ضلالة في النار أجارة الله وإياكم من النار عباد الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيدنا يا أهل الإسلام عيد الأضحى عيد الفرحة والشكر عيد الفرحة والشكر عيد العقيدة والإيمان والتوحيد. إيمان ولهو ولعب حسب الضوابط الإسلامية والشرعية. قال الله جل في علاه ليبين لنا العلاقة بين الإيمان والخلق الحسن وذلك عيدنا وحياتنا عباد الله. قال جل من قائل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله فإن المسلم يصدق مع الله ويصدق مع عباده فهو صادق في عبادته وصادق في معاملاته والله قد طلب من العباد أمورا كثيرة فيقوم العبد بالإخلاص لله في عبوديته فيما بينه وبين الله أما علاقته بينه وبين الخلق فإنها تقوم على الصدق وعلى الفقه فالفقه هو العلم يا عباد الله مع الصدق أساس في التعامل بين العباد وبين الله. العلاقة بين الإيمان والأخلاق إن دين الإسلام شامل وكامل وقد شمل هذا الدين الإنسان كله جسمه وعقله وروحه كما شمل سلوكه وفكره ومشاعره كما شمل الدنيا وآخرته وليس في كيان الإنسان ولا في حياته شيء إلا والدين اعتنى به ومن ذلك الصلة بين الإيمان والأخلاق فالملة الصحيحة تستلزم التحلي بكل خلق فاضل والتخلي عن كل خلق ذميم ومن المقرر في الإسلام أن كل أموره المشروعة لا تقوم إلا على أصل الإيمان بالله فإذا انتفى الإيمان انتفى الأمل ومن ذلك الأخلاق ذلك نجد لذلك نجد في القرآن الكريم العلاقة واضحة جدا بين الإيمان والأخلاق مثلا هذا غيظ من فيض في العدالة يقول الله يا أيها الذين آمنوا للخطاب للمؤمنين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون والصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اجتناب الزرن السوء والغيبة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد ظن إثم ولا تجسسوا حسن معاملة الجار يقول النبي صلى الله عليه والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه وقال صلوات الله عليه من كان يؤمن بالله واليوم